بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي والخمسون. اللصان والحمار. يحكى أن لصين سرق حمارا ومضى أحدهما ليبيعه. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. لصين اسم أن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. سرق فعل ماض والألف ألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. حمارا مفعول به وحرف عطف مضى فعل أحد فاعل مضاف هما مضاف إليه. لي حرف جر يبيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر، وفاعله ضمير مستتير فيه جوازا تقديره هو، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بمضى. فقابله رجل معه صحفة فيها سمك. الفاء حرف عطف قابل فعل ماض مبني على الفتح، والهاء مفعول به رجل فاعل مع ظرف مكان مضاف هو مضاف إليه. وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم صحفة مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية في محل رفع نعت لرجل. فيها شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم سمك مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية في محل رفع نعت لصحفة. فقال له أتبيع هذا الحمار؟ الفاء حرف عطف قال فعل وفاعل له متعلقا بقال. الحمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب. تبيع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. هذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به الحمار بدل. قال نعم. قال فعل وفاعل نعم حرف جواب في محل نصب مقول القول. قال له أمسك هذه الصحفة حتى أركبه وأجربه، فإن أعجبني اشتريته. قال فعل وفاعل وحرف عطف محذوف تقديره فقال له متعلقا بقال. أمسك فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به الصحفة بدل أو نعت. حتى حرف جر ونصب. أركب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى جار ومجرور متعلق بأمسك، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وحرف عطف أجربه معطوف على أركبه. الفاء حرف زائد إن حرف شرط أعجب فعل وفاعل وهي فعل الشرط، والنون للوقاية التي تقي الفعل من الكسرة لا محل لها من الإعراب، والياء ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به اشتريت فعل والتاء فاعل وهي جواب الشرط، والهاء مفعول به. فأمسك اللص الصحفة وركب الرجل الحمار. فا حرف عطف أمسك فعل اللص فاعل الصحفة مفعول به وحرف عطف ركب فعل الرجل فاعل الحمار مفعول به، وأخذ يجربه ذهابا وإيابا حتى ابتعد عن اللص كثيرا. وحرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشرع يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع يجرب فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذ والهاء مفعول به ذهابا مفعول لأجله. التقدير وأخذ يجربه لأجل الذهاب والإياب، وحرف عطف إيابا معطوف على ذهابا. حتى حرف عطف للغاية ابتعد فعل وفاعل عن اللص متعلقا بالفعل ابتعد كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير ابتعادا كثيرا.
فدخل بعض الأزقة وما زال يقطع به من زقاق إلى آخر حتى اختفى عنه. الفاء حرف عطف، دخل فعل وفاعل، بعض ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه وهو مضاف الأزقة مضاف إليه. الواو حرف عطف، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع وهو من أخوات كان. يقطع فعل مفعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر زال به متعلقا بيقطع، من زقاق متعلقا بيقطع إلى حرف جر. آخر اسم مجرور، وعلامات جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له وزن الفعل والوصف. والجار والمجرور متعلق بيقطع. حتى حرف عطف، اختفى فعل وفاعل عنه متعلقا باختفى، فأخذت اللص الحيرة من ذلك وعرف أخيرا أنها حيلة عليه. الفاء حرف عطف، أخذت فعل ماض والتاء للتانيث، وقد حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. اللص مفعولا به، الحيرة فاعل، من ذلك متعلقا بأخذت. وحرف عطف، عرف فعل وفاعل أخيرا ظرف زمان. أن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، حيلة خبر أن، عليه شبه الجملة في محل رفع نعت لحيلة. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به، فرجع بالصحفة فالتقاه رفيقه فقال: ما فعلت بالحمار؟ هل بعته؟ قال: نعم. فقال: بكم بعته؟ قال: برأس ماله، وهذه الصحفة ربح. الفاء حرف عطف، رجع فعل وفاعل، بالصحفة متعلقا برجع. الفاء حرف عطف، التقى فعل ماض، هو مفعول به، رفيق فاعل مضاف، هو مضاف إليه. الفاء حرف عطف، قال فعل وفاعل، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. فعلت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، بالحمار متعلقا بفعلت، هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بعت فعل والتاء فاعل، هو مفعول به. قال فعل وفاعل، نعم حرف جواب، في محل نصب مقول القول. الفاء حرف عطف، قال فعل وفاعل، بكم متعلقا ببعت، بعت فعل والتاء فاعل، هو مفعول به. قال فعل وفاعل، برأس متعلقا بفعل محذوف تقديره بعته برأس ماله، ورأس مضاف مال مضاف إليه، ومال مضاف هي مضاف إليه. الواو حرف عطف، هذه مبتدأ، الصحفة بدل، ربح خبر المبتدأ. والله أعلم بالصواب.